ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. كان أحد السلف يقول ويدعو الله عز وجل عندما تذكر ذنوبه ومعاصيه بين يدي الله عز وجل، كان يدعو الله عز وجل ويقول: يا من رحمتك وسعت كل شيء، عبدك شيء من الأشياء، فاغفر لي وتجاوز عن سيئاتي. يا من رحمتك وسعت كل شيء، عبدك شيء من الأشياء، فاغفر لي وارحمني. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. أوحى الله إلى داود: يا داود، لو يعلم المدبرين عني كيف انتظاري لهم والله ورفقي إلى ترك معاصيهم لماتوا شوقا إلي ولتقطعت أوصالهم من محبتي. يا داود، هذه إرادتي في المدبرين عني، فكيف إرادتي في المقبلين الله، فكيف إرادتي باللي شاهدنا الآن ودمعت عيناه من أجل الله عز وجل، ودمعت عيناه من أجل الله. يا شريك يا الله، يا جمال يا نبي، يا شريك يا نبي، يا مخوان يا نبي.